صباح الخير، صباح النور. كيف صبحتوا؟ صافي، شوف الشعر مسكين، خصو يقوى شوية. عرفتو راه جوج زبات سندي بحال هكا باش يبان زعما راه قوي. درت له بحال هكا تيبان زعما راه قوي. الوغ البارح دخلت مع طلال الدار. اوكي، دخلت مع طلال الدار، ما قدرتش ندير لكم اللايف. اليوم غادي ندير لكم اللايف ان شاء الله في الليل هنا في الانستغرام، ومن بعد عاد غنمشي للتيك توك لانه عندي جديد خطير الصراحه. كنفكر واش نحط هذا الشيء اللي عندي ولا ما نحطوش، لانه خا هكاك الانسان كتبقى فينا روح الانسانيه، تبقى فيك بنادم. واخا بنادم غدا يصبح نادم تبقى فيك. قولوا لي واش نحط الجديد اللي عندي ولا صافي نجمعو ندوي نمشي بحالاتي. شنو بان لكم؟ اش اسي يلا بيتك ومرتو غيطه يلا باش نخرجك تشوفي الباطوز بالي. سي سالي مساورة نورماتو. الوغ ايوا يا حميد، البارح درتي اللايف وصيفطوه ليا وقالوا ليا اللي جلست كتقول للناس انا سنشرب وسنكمي. اه سنشرب قهوة، سنشرب القهوة سنكمي. اه سنكمي الشيشة. عندك مشكل عاوتاني نحط لك الاسرار المخبية عاوتاني. جمع راسك حميد، جمع راسك، حوجي حوجي وانتي تاعي وعلى دراعي، حوجي حوجي وانتي تاعي وعلى دراعي. واخ انا غادي نسكت، غادي نتنعش ليا، نشرب ليا واحد الكاس ديال القهوه نتنعش بيه. اوكي، وغادي نسول الجمجمه الدماغيه ديالي واش ندير لايف، نحط لك الاسرار ولا ما نحطهمش ليك. لانه الصراحه راسي تيقول لي حطي داك الشيء وانا باغا نسترك، بغيت نسترك يا حميد. ايوا يا حميد انا بغيت نسترك، ولكن ما نعرف راه المشكل الا شربت ثلاثه ديال الجرعات ديال القهوه تنسكر صافي، ما كنبقاش نسكت. بزاف ديال الناس تقولوا لي دايرين فيلم دايرين فيلم دايرين فيلم. انا نعذركم نعذركم يعني بكثره هذا من هنا هذه من هنا. شوفوا انا كنقول لكم دائما انا من داك النوع ديال الناس اللي سبحان الله ما تنبغيش نبارطاجي المشاكل ديالي، المشاكل ديالي يعني انا كون بغيت ندير الافلام وندير البوز راه نبقى كل نهار نحط فيديو في اليوتيوب غير على القصص المشاكل اللي عندي. راه بلا ما نقول لكم غنبقى شاده في طوندونس لمده عام ولا عامين، يعني كل نهار عندي قصه جديده. ما نحتاجش انا ندير فيلم مع بوبرايس، مع متحول، مع مرشوق مشتوك، ما نحتاجش انا ندير مع الافلام. اوكي، ونزيدكم واحد الحاجه، الافلام هو اللي داير ولد الخنزويه مع قريوده، هذوك هما الافلام اللي دايرين. دايرين زعما يحق راهم خاصمين وراهم فهمتوا، واخا دابا الاخرى دخلت للحبس قال لك ضروري تدخل للحبس خصنا نستافدوا. هذوك هما الافلام، هذوك دايرين افلام بيناتهم، قريوده وولد الخنزويه دايرين فيلم بيناتهم زعما تينوضوا رد عليا نرد عليك في اليوتيوب باش يدخلوا الفلوس، فهمتي؟ لان هادشي كلشي استفاده، مع الاخرى دخلت للحبس فكيستافدوا من هادشي كامل، فهمتوا؟ يعني انا حيت اتفقوا انا كنت طالعه في ابيل مع ولد الخنزويه، وكان طالع معنا كانت طالعه معنا قريوده. ايوا قلت لهم صافي صافي انا غنهبط بسلامه، وهما دابا بقاو كيهضروا وانا ما قطعتش، بقيت في لابيل وسمعتهم تيتفقوا. تقولوا لي علاش ما سجلتيهمش؟ انا مثلا سجلت شخص ما عنديش مع التسجيل بعليك. هذوك هما الافلام، اما انا غير طلقه هاد السرح اويلي. انا تندافع على راسي، انا تندافع على راسي. انا كنت جالسه حتى وحده جايه لعندي لاصقه فيا في برشلونه، قالت لك لا البارح قالت كتقول لهم في لايف لا خصك تصرفي عليا وتقومي ليا بالواجبات ديالي. انا واجبات ديالك حميد سرع على لك صافي كثر تخدم ابو برايس، فهمت؟ ما تبقاش تقول لي كديري معاها فيلم كديري معاها افلام. اودي دابا دابا ندير شي فيلم زوين، دابا دابا نخرج شي فيلم زوين اللي غادي يعجبكم. اما هذه الحقيقه فهاد الساعه فيلم دابا نالف شي حاجه ان شاء الله بربعد بربعد حتى نكمل مع ابو برايس، وغادي عيني نتاتو ديك الساعات نالف شي فيلم نضحكوا عليه، ولكن هضره باش فيلم. ايوا هذا ما كان البنات موعدنا اليوم، خلينا نضرب الطلعه. اليوم قلت غنشرب ليا قهوه على برا، جيت اشنو بيبي
اخباركم البنات؟ بنادم راه بحال اللي تيدير الرياضه رجلي عياو ليا. زيد اختي عاد انا كنت باغي ناخذ هادوك ديال الايدي بريد ديالي ولي الوغ بلاتي اختي بغيت نباركيها هنا صافي نباركيو غا هنا يا عييت بون سافارا روم بوكو ويلي ويلي شحال صغير سي شحال صغير هذاك البطة سي كارينيو اجي نجي نسلم عليهم هولا شوفي اختي شحال صغير هاد صافي صافي صافي